اهلا بكم. دايما استغرب جدا من اللي فسروا اعراض العيون بالذات او النظر بالذات تفسيرات قد يعني تكون كوميدية او ساذجة. ممكن افسر مثلا ان واحد عنده يعني الم هنا فيقول لك ايه ده يكون برد ولا بتاع، ممكن. لكن العين تفسيرات الاعراض بتاعتها يعني الغير منطقية ده شيء مش مطلوب ابدا او شيء غريب جدا، وخصوصا فيما يتعلق الموضوع بالشبكية. يعني مثلا لما اجي اقول لك واحد عنده رؤية ضبابية، ما تفسر ليش بقى الرؤية الضبابية، تقول لي بقى اصل انا مرهق، اصل مش عارف ايه، اصل انا امبارح ما نمتش كويس. ده في رؤية، انت بتشتكي من حاجة اسمها ان في ضباب كده، في ستارة قدامك. لما اقول لك انه واحد يجي يقول لك اصل انا بقالي فترة كده عندي بقع سودة وساكت، بقع سودة وساكت، ما ينفعش. لما حد يجي يقول لي ومضات من النور بتطلع قدام عيني وانا بقول ان ده احتمال يكون بسبب ان انا نظر ضعيف شوية، لما حد يجي يقول لي انا عين ما بقتش اشوف بيها وساكت، مش معقول، مش ممكن ان حد يشتكي من انه في عين مش متشافة قدامه ما بيشوفش بيها ومعتمد عليه انه بيشوف بعين التانية وما راحش الدكتور. دي نصيبة سودة. عشان كده النهاردة هنتكلم في واحد من المواضيع المهمة قوي اللي مخيفة جدا، ممكن تحصل في ثانية، وهو انفصال الشبكية. الله يرحمه الفنان الرائع عبد الفتاح القصري، حصل له انفصال شبكية وهو بيمثل، واكيد كان يسبقه اعراض، عشان تعرفوا برضو الموضوع يعني من زمان قوي احنا عندنا حاله تواكل في شرح الاعراض. وكان مريض سكر في مسرحيه مع اسماعيل ياسين الله يرحمهم الاثنين، الراجل وهو طالع بره بعد ما مثل المشهد بتاعه وخارج بره راح مصوت مره واحده وقال انا مش شايف، والغريب ان الجمهور كان فاكر ان ده جزء من المشهد وكان بيضحك على الجمله دي، كانت من المقاسي. الوحيد اللي لاحظ ان فعلا ده كلام بجد هو اسماعيل ياسين، فخده بايده وطلعه، وكانت مأساة، بداية مأساة كبيرة جدا لواحد من اعظم فنانين مصر في التاريخ انا في رأيي، يعني هو عبد الفتاح القصري. فنخلينا نقف قدام اللحظة دي، لحظة لا قدر الله ان حد يقول انا مش شايف، او ان فجأة الدنيا بتبقى ضلمة، دي حاجة مأساوية شديدة جدا في واحد من اشهر مواضيع واشهرها واكثرها حدة في العيون وانفصال الشبكية. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم الشبكية وواحد من الاسماء البارزة العلمية في هذا المجال النهاردة، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور يوسف ابو زيد، استشاري طب وجراحات العيون واستشاري الشبكية وامراضها في بيرفكت فيجن، هيكون في الدكتور. دايما استغرب جدا من اللي فسروا اعراض العيون بالذات او النظر بالذات تفسيرات قد يعني تكون كوميدية او ساذجة. العين تفسيرات الاعراض بتاعتها يعني الغير منطقية ده شيء مش مطلوب ابدا او شيء غريب جدا. الشبكية دي سبحان الله ده نسيج ربنا خلقه، اللي هو بيلقط الضوء يوصله للالياف العصبية عشان توصل للمخ. النسيج ده لما بيفصل عن مكانه يبتدي ما يوصلش الضوء، يفقد وظيفته، ففي الآخر وظيفة الشبكية هي الرؤية. فبالتالي لما الإنسان الشبكية تفصل عنه هيفقد الوظيفة بتاعة العين اللي هي الرؤية، فبالتالي يتحول الإنسان محتاج حد يساعده. كلمة قاسية جدا، كلمة انفصال شبكية. الشبكية دي حساسة لدرجة ان حضرتك لو احنا قفلنا عينينا انا حاسس بالنور الفوقية. يعني معناها ايه؟ معناها ان الشبكية تشتغل حتى لو الجفن مقفول، انت ممكن تبقى شايف النور. الشبكية دي لما الجسم الزجاجي يبتدي يتحرك منها تبتدي هي تحس تبتدي تعمل فلاشات، تعمل وميض، تحس كده في برق. البرق ده معناها ان في مشكلة ما في الشبكية. دلوقتي في بعض المراكز القوية الكبيرة لازم يكون في دكتور شبكية موجود حتى في عمليات المياه البيضاء. قيمة انه يكون في اكتر من تخصص او كل تخصصات العيون في مكان واحد ده مهم جدا. بيرفكت فيجن انتوا بتدوا خدمة مهمة جدا، انه انا ممكن ادخل عندي مشكلة مياه بيضاء، ممكن ادخل عندي مشكلة عايز اعمل ليزك، لكن لازم ابص على الشبكية. الكلام ده احيانا يكون في حتة تانية اقل تقدير لعمل الفرق العلمية المتكاملة.
ضيف العزيز الأستاذ الدكتور يوسف أبو زيد، استشاري طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحية الملكية لطب وجراحات العيون بإنجلترا، استشاري جراحات الشبكية والجسم الزكاجي والليزر بمركز بيرفكت فيجن للعيون. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتوري. كلمة قاسية جدا كلمة انفصال شبكية، بس عايز أفهم الناس ما هو انفصال الشبكية. كلمة خط. انفصال حاجة بتبعد عن حاجة. الشبكية دي سبحان الله ده نسيج ربنا خلقه اللي هو بيلقط الضوء ويوصله للألياف العصبية عشان توصل للمخ. النسيج ده لما بيفصل عن 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 مكانه يبتدي ما يوصلش الضوء، يفقد وظيفته، ففي الآخر وظيفة الشبكية هي الرؤية. فبالتالي لما الإنسان الشبكية تفصل عنه هيفقد الوظيفة بتاعت العين اللي هي الرؤية، فبالتالي يتحول الإنسان محتاج حد يساعده. في حين أصلا الانفصال ده لو احنا كنا خدنا بالنا من اسبابه كان ممكن نمنعها، وبالتالي العيان يقعد شايف طول عمره كويس. فبالتالي الانفصال ده كلمه الانفصال وفي حد ذاتها معناها ان في حاجه بتبعد عن حاجه، حاجه بتفصل، حاجه يعني في مشكله ما نفسيه وعضويه وكل حاجه. كلمه الانفصال اصلا كلمه مؤلمه بحد ذاتها معايا. فده القصه بتاعت الانفصال. الانفصال معناها ان النسيج الشبكية بعد عن الجزء اللي بيغذيه اللي هو المشيمة اللي بتبقى تحتيها، فبالتالي الشبكية دي بتفقد الوظيفة بتاعتها وبالتالي تتحول إلى شيء ليس له قيمة. اللي احنا شفناه في الفيلم اللي احنا شفناه ده قاسي جدا، اللي هو انه الرؤية تبدأ تتأثر، تبدأ بوميض ثم بعدين بقع سودة وبعدين فيلد نفسه يقل بالتدريج، اللي هو مدى الرؤيه يقل بالتدريج، وبعدين فجاه ما يشوفش. حضرتك هو طبعا يعني في عندنا كذا سبب للانفصال في الشبكيه. لو في قطع في الشبكيه بيبقى يبدا الاول لانذار. سبحان الله الشبكيه لما بتيجي تفصل ما بتفصلش على طول كده فجاه، بتفصل بشويه انذارات. من ضمن الانذارات ان يبتدي يحصل فلاشات، ان ممكن الجسم الزجاجي ده عبارة عن جل قدام الشبكية. وظيفة إيه سبحان الله الجسم الزجاجي ده؟ ده عبارة عن جل. الجل ده بيمتص الصدمات. أنت طول النهار عينك بتتحرك يمين وشمال وبتحرك راسك كده وبتوطي كده وبتعمل كده. طيب لو الشبكية ديت قدامها نسيج مش هلامي مش زجاجي، فحضرتك طول النهار الشبكية دي بتتعرض لصدمات. فلازم ربنا يحط لها مخدة. المخدة دي تمتص صدمات الشبكية وتمتص صدمات للعصب، فده خلق الجسم الزجاجي لهذه المهمة. طيب لما الجسم الزجاجي ده اللي هو مبطن الشبكية وعامل الكونتور بتاع العين اللي هو حافظ على الشكل بتاع العين، هذا الجسم الزجاجي لما يبتدي كمش يتحرك لمكانه من مكانه ويبتدي يطلع لقدام شوية لأن يعني حجمه قل، فبالتالي يبتدي يفصل من الشبكية. لما يفصل بالشبكية في بعض النقاط الملتصق فيها بشدة ممكن يعمل قطع. القطع ده يبتدي يعمل لك فلاشات. الشبكية دي حساسة لدرجة ان حضرتك لو احنا قفلنا عينينا انا حاسس بالنور الفوقية. الشبكية يعني معناها ايه؟ معناها ان الشبكية تشتغل حتى لو الجفن مقفول انت ممكن تبقى شايف النور. يعني حضرتك لو انت نايم ومغمض عينيك لو حد جه فتح النور حضرتك بتبقى حاسس بيه. يعني الشبكية دي حساسة لدرجة لا تتصورها. فبالتالي الشبكية ديت لما الجسم الزجاجي يبتدي يتحرك منها تبتدي هي تحس تبتدي تعمل فلاشات، تعمل وميض، تحس كده في برق. البرق ده معناها ان في مشكلة ما في الشبكية ديت. استغاثة يعني معناها ان انا محتاج فحص اطمن حالة الشبكية عاملة ازاي. يبقى الوميض أو الفلاشات أو البرق ده إنذار مهم جدا إن إحنا محتاجين فحص. ثم بعد كده الموضوع يتطور إن في جزء من الشبكية بدأ يحصل فيه قطع. القطع ده يبتدي يسرب سائل تحتيه. لما يسرب تحتيه يبتدي المريض يشوف هلال أو جزء أسود من الصورة. يبدأ الأول في أطراف الصورة يعني في الجوانب الحواف بتاعتها. بعد كده يبتدي هذه الستارة السوداء دي تبتدي تقرب من مركز الإبصار لحد ما تفصل مركز الإبصار وساعتها الرؤية تفقد تماما. شيء مأساوي طبعا جدا. ممكن يحصل الكلام ده في لحظة. ده حقيقي. لا هو مش بيحصل في لحظة، هو برضو الحمد لله برضو زي ما احنا قلنا الشبكية صبورة وفورجيفينج، يعني هي برضو بتتحمل. القصة دي ممكن تاخد ساعات وممكن تاخد أيام طبعا على حسب كمية القطع قد ايه وحسب نوع برضو الانفصال اللي موجود. ممكن تاخد أيام. اللي بيحصل في لحظة هو الشريان لما يقفل. لأن الشريان هو لما بيقفل بيبقى بيقفل خلاص في ثانية.
زي الجلطه كده اللي بتحصل في القلب، الموضوع بيبقى ثواني، لكن الشبكيه لا بتاخد ساعات الى ايام ان هي عماله تعاني، وعشان خاطر تدي انذار للمريض ان هو يبتدي يتحرك. اتحرك لو سمحت، اتحرك لو سمحت، ولو ان برضو ساعات وايام هي فتره زمنيه قصيره برضو. انا ده حقيقي. في تعريف انا ينطبق عليها كلمه لحظه برضو، ساعات ده حقيقي. ما هي ساعات. خلينا نقول بقى مين المعرضين اكتر لمشاكل الشبكيه؟ السكر، مريض السكر، مريض السكر رقم واحد. احنا لدرجه ان بعض مستشفيات العيون دلوقتي بقى عندها عياده اسمها عياده السكر. عياده السكر والعين، عياده مهمه جدا. يعني زي ما بقى في عياده للجلوكوما الميه الزرقاء، عندنا عياده للقرنيه، عندنا عياده للسكر، وعندنا عياده للشبكيه. يعني من قد ايه ان السكر دلوقتي المترددين على عياده الشبكيه النسبه الاكبر دلوقتي بسبب السكر. فدلوقتي بقى في عياده متخصص اسمه عياده السكر. السكر رقم واحد طبعا بيأثر على الشبكية بكل أنواع المشاكل اللي بتحصل على الشبكية. ثم بعد كده قصر النظر. يعني قصر النظر يعني المريض ما بيقدرش يشوف بعيد، فعنده محتاج نظارة اسمه قصر نظر، عدسة بالماينس. يعني عشان خاطر يشوف الحاجة البعيد لازم يلبس نظارة اسمها ماينس، ده اسمه قصر النظر. القصر النظر ده ليه درجات، لو كانت الدرجة بسيطة احنا ما بنقلقش منها قوي، لكن لما بتبتدي الدرجات تزيد تعدي الست درجات معناها ان الشبكيه ديت معناها ايه؟ ان هي مشدوده، لان قصر النظر معناها ان العين كبيره، وبالتالي لما يكون في حاجه مبطنه العين من جوه وابتدي العين تكبر معناها ان الشبكيه دي مشدوده على النسيج اللي هو اللي فوقيها، فبالتالي يبقى هنا الشبكيه بقت ضعيفه لان مشدوده جامد. وطبعا لما تبقى مشدوده هيبتدي الاطراف بتاعتها تبقى ضعيفه جدا، الاطراف بتاعتها دي ضعيفه جدا، فده بيعرضه اكتر ان يحصل قطع في الشبكيه ويحصل المشاكل. فقصر النظر من ضمن اسباب الانفصال في الشبكيه. اها، دول المعرضين بقوه للموضوع. يعني كان في بعض الاساتذه لما كانوا بيكلمونا بيقول ان مريض اللي عنده قصر نظر بالذات المقاسات الكبيره انت لو قرصت على ايده ممكن يحصل له انفصال شبكي. يعني كنا بنبالغ في القصه دي بس فعلا الموضوع مؤثر، لو انت قرصت على ايده ممكن يحصل له انفصال. يعني هو فراجايل جدا، يعني الشبكيه بتبقى فيري فراجايل. احنا اصلا لما بنيجي حتى نشتغل فيها بتبقى قد ايه فيري فيري ثين، رفيع جدا من كتر ان هي مشدوده وضعيفه. ازاي نشخص؟ احنا قلنا الاول الاعراض. بدا المريض يبتدي يشتكي من اعراض، جاي العياده، خير يا فندم، جاي اعمل نضاره، عندك مشاكل؟ والله عندي فلاشات مضايقاني. انا بالنسبه لي، انا لو مريض كلمني في التليفون وقال لي انا عندي فلاشات وعندي جزء في وميض وفي جزء مظلم، ده بالنسبه لي انا طوارئ، لازم افتح له العياده حتى لو في اجازه، لان ده ممكن يعني لازم يتلحق. الساعات بتفرق معاه زي ما حضرتك قلت كده، لحظة حتى لو طويلة شوية لكن في الآخر هي لحظة. ده لازم يتفحص. يتفحص إزاي؟ يعني لازم أحط له قطرة توسيع، لازم أفحص أطراف الشبكية بعناية وأطمن إن ما كانش فيه أي قطع أو فيه أي مشاكل في الجسم الزجاجي مسببة مشكلة في الشبكية. طيب لو كان في قطع يبقى ده لازم يتلحق، يتلحق بطرق علاج كتيرة جدا. لكن أي مريض عنده قصر نظر شديد وعنده فلاشات واطمنت ولقيت الشبكية فيها أي قطع على أي شيء، ده لازم يتلحق بسرعة، لان لو ما تلحقش بسرعه انا ممكن افقد النظر. ايه مضاعفات الحاله؟ المضاعفات بالنسبه للانفصال في الشبكيه لو كل ما بتفصل انت دلوقتي زي نخله كده قلعتها من جذورها، فبالتالي الخلايا تبتدي تموت واحده واحده. الشبكيه فصلت من مكانها يبقى ما وصلهاش تغذيه، التغذيه دي معناها ان في خلايا بتموت. كل ما تطول المدة الانفصال كل ما خلايا تموت. حتى في يوم من الايام لو عمل المريض عمليه برضه لما بترجع الشبكيه تاني في مكانها بيبقى في جزء منها تم فقده من الخلايا بتاعه العين، فبالتالي برضه الرؤيه ما بترجعش زي الاول، غير لو اتلحق في الاول لا ممكن يرجع يستعيد نظره ويبقى الامور كويسه جدا. الوقايه هنا دايما حضرتك قلت في حلقه سابقه البريفنشن بيتر ذان كيور، فهنا الوقايه خير من العلاج. ده صحيح. فبالتالي احنا يعني هدفنا ان احنا نوصل للناس الثقافه ان الانفصال الشبكي تمام ليه انذارات لازم تنتبه ليها. حتى المرضى اللي عندهم قصر نظر وعندهم امراض احتاجت لعلاج زي مثلا عمليه ميه بيضاء، زي زرع عدسه والكلام ده كله، بنقعد نشرح لهم قبل العمليه نص ساعه، العمليه ممكن تاخد 5 دقائق، لكن الشرح ممكن ياخد نص ساعه، نقعد نشرح لهم الاعراض الوارده اللي ممكن تحصل بعد العمليه. حضرتك لو جالك اي حاجه من الاعراض دي لازم تاتي فورا عشان نلحق العين ديت،
حضرتك ممكن يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، فبالتالي الحاجات ديت كلها لازم تنتبه ليها وتبقى مركز معاها جدا عشان لو في حاجه هنلحقها بسرعه. لو احنا قربنا بقى من الطرق العلاجيه، كيف نعالج الانفصال الشبكي؟ الشبكيه جزء انفصل من 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 المشيمه تحتيه، هنبتدي نرجع الشبكيه ده. لو الموضوع فيه قطع بس، قطع في الشبكيه ولكن لسه ما فيش سائل تحت الشبكيه، ممكن نلحمه بليزر. حتى المرضى اللي داخلين يعملوا عمليات ميه بيضه او زرع عدسات، لما بيتم فحص الدقيق لاطراف الشبكيه ووجدنا ان في قطع، بنلحمه الاول قبل ما نخش العمليات. وهنا وظيفه الفحص قبل العمليات. في ايرا كده طلعت، موضوع الليزك اللي بيتعمل في نفس اليوم. الحقيقه في مرضى كتير بيعاني من بعد العمليات ديت بانفصال شبكي. المرضى دولت احيانا كتير بيبقى عندهم قطع في الشبكيه ولكن بيبقى ساكت، يعني صامت، ما مش ملوش علامات، ملوش علامات. فدولت بيتعملوا لهم عمليه ليزك. اول ما يعملوا عمليه الليزك ويبتدي الجسم الزجاجي يتضغط اثناء العمليه بتاعه الليزك، يبتدي القطع اللي ما كانش، اللي كان ساكت اصلا وهو كان خامل، يبتدي يتحرك ويبتدي يعمل مشاكل. فبالتالي اي مريض داخل يعمل اي عمليه لازم يتم فحص قاع العين عشان لو في اي شيء في الشبكيه او اي ضعف يتلحق بسرعه. يبقى الليزر ممكن يلحق القطع اللي في الشبكيه لو ما كانش لسه حصل انفصال، قطع بس اللي هو الانذار ده يتلحم بليزر والامور بتعدي وتبقى كويسه. النقطه الثانيه، لو كان الانفصال بدأ يكبر وعندنا قطع واحد، ممكن نعمله طرق بقى علاج كتيرة جدا، منها الحزام اللي حوالين العين، ان احنا ممكن نلحم القطع ده عن طريق حاجة اسمها كي بالتبريد، وبعد كده بنركب حزام حوالين العين. ولكن ديت بتبقى ليها شروط معينة في بعض الحالات الانفصال. لكن لو في الآخر الانفصال بقى فيه تليفات وبقى قديم وبقى فيه مبقاش فيه الشروط بتاعه الحزام، بنضطر نعمل عمليه اسمها جسم زجاجي. وعمليه الجسم الزجاجي ديت ليها بقى كذا طريقه من الطرق، وهي متقدمه جدا دلوقتي، الاجهزه كل يوم بتبقى فيها جديد. وفي الاخر بنسند الشبكيه دي بعد ما بنرجعها عن طريق عمليه الجسم الزجاجي، بنسندها عن طريق كذا حاجه. ممكن نحن حاجه اسمها زيت سيليكون، احنا بنثبت الشبكيه زي بالظبط ان كان في عظميتين مكسورين، احنا بنلحمهم وبنحط جبس حوالين العظم ده لحد ما يلحم. بعد ما بيلحم لازم بنشيل الجبس ده، ما ينفعش نسيب الجبس العمر كله. الزيت السيليكون او الغاز اللي احنا بنستعملهم دولت، دي حاجه بتسند الشبكيه وبتروح بعد فتره، سواء الغاز او السيليكون لازم يتشال. ده العمليات اللي ممكن نعملها بتاعه الانفصال في الشبكيه. عظيم جدا. احنا شفنا في اخر العمليات انه في حاجات خاصه بالطيران وحاجات خاصه بالسواقه، هل ممنوع عليه يركب طياره سيء؟ حضرتك الغاز اللي احنا بنستعمله ده غاز بيتمدد. فطبعا الغاز ده لو حقناه داخل العين، واحنا في الفتره الاخيره ديت بيجي لنا عرب كتير، ودي برضو من الحمد لله من نعم مصر ان احنا عندنا الحمد لله السياحه العلاجيه، يعني الحمد لله يعني واقف على رجليها. فاحنا بيجي لنا العرب كتير وناس من اجانب من بره مصر بيجوا هنا يعملوا عمليات، ويكون مستعجل انه عايز يسافر طيران بعد اسبوع. ونقعد نشرط عليه ونفهمه، حضرتك لو انت داخل راح تعمل عمليه وحقن غاز، يبقى حضرتك ممنوع تركب طياره وممنوع تعمل غطس، دايفنج ممنوع. ليه؟ لان حضرتك الطيران بيرفع الضغط الجوي بيعلى، فبالتالي الغاز ده بيتمدد بزياده. وده حصلت كتير جدا، ان في بعض المرضى ما خدوش بالهم من التعليمات ديت وسافروا وكلمونا وهم في المطار ان العين حصل لها ضغط العين عالي بشكل كبير جدا، وحصل الم شديد، واحيانا كتير منهم حصل لهم مضاعفات شديده بسبب ارتفاع ضغط العين نتيجه تمدد الغاز اللي تم حقنه اثناء عمليه الانفصال في الشبكيه. طب بيسافر امتى؟ الحقيقه لما الغاز يروح. طول ما الغاز موجود في العين، احنا عندنا ثلاث انواع من الغازات اللي بتتحقن في العين. اكتر نوع شيوعا بيستمر حوالي اسبوعين. فالمريض ده بنفهمه ان حضرتك ما ينفعش تسافر بطيران طول ما الغاز موجود في عين حضرتك لمده اسبوعين او ثلاثه بكتير. لكن ممكن يسافر بري، ممكن تسافر اي حاجه، لكن بلاش طيران. بنشرح له نوع الجري عليه. انا شفت برضو الجري. لا طبعا، هو اصلا المريض ده في الفتره دي احنا لسه الليزر عشان يلحم الشبكيه اللي هو القطع ده بياخد من 4 لـ6 اسابيع. فالفتره دي المفروض ان المريض يبقى مستريح، ما بيعملش اي رياضه عنيفه، ما يعملش اي احتكاك باي حاجه في عينيه، ما يتعرضش لاي اصابات لحد بس الليزر ما يلحم العين. وبعد كده حتى بعد العمليه معاه
برضو هو ممنوع من الرياضات العنيفه، ممنوع من الاصابات المباشره، المفروض انه يلبس نظاره للحمايه اللي هي الجوجلز بتاعت الحمايه بتاعت العين، بالذات لو هو بيشتغل في شغلانات فيها شويه اصابات، فدي لازم برضو يبقى فيها حمايه. النقطه الثانيه، العين اليمين اتعرضت لانفصال شبكي، يبقى العين الشمال عرضه بشده للانفصال الشبكي اكتر من الطبيعي. الكلام ده مهم جدا جدا. قبل ما نمشي بقى، قيمه انه يكون في اكتر من تخصص او كل تخصصات العيون في مكان واحد، ده مهم جدا. بيرفكت فيجن انتوا بتدوا خدمه مهمه جدا، انه انا ممكن ادخل عندي مشكله ميه بيضه، ممكن ادخل عندي مشكله عايز اعمل ليزك، لكن لازم ابص على الشبكيه. الكلام ده احيانا يكون في حتت تانية اقل تقدير لعمل الفرق العلميه المتكامل. ده حقيقي. يعني حتى دلوقتي في العمليات نفسها، دلوقتي في بعض المراكز القويه الكبيره لازم يكون في دكتور شبكيه موجود حتى في عمليات المياه البيضاء، لان وارد جدا يحصل اي مضاعفه اثناء عمليه المياه البيضاء، في وجود دكتور الشبكيه بيعرف يتصرف بسرعه والعيان بيطلع كويس والامور كويسه في نفس يوم العمليه. لكن لو حصل مضاعفه في عدم وجود دكتور الشبكيه، بيتم تاجيل العمليه يوم تاني، وساعتها بتبقى الانسجه فيها التهابات وممكن الدكتور الشبكيه ما يعرفش يتصرف. فبالتالي المريض لو حصل له مضاعفات اثناء المياه البيضاء اثناء في نفس يوم العمليه، دكتور الشبكيه بيتصرف وبيحل الموضوع. فده مهم جدا. النقطه الثانيه، في اي مريض ليزك او اي دكتور راح يعمل عمليه مياه بيضاء، حسن الاطراف بتاعه الشبكيه فيها اي شيء مريب، بيبتدي يريفير، يبتدي يحول المريض لدكتور شبكيه فور كونسلتيشن، لاستشاره، لاخذ الراي، لابداء الراي في قصه اطراف الشبكيه. هل امن ان انا اعمل عمليه المياه البيضاء ولا الموضوع مش امن؟ فده فكره فريق العمل دايما لما يكون متكامل بيطلع في الاخر امان اكتر للمريض. خلي بالكوا بقى، انا اللي هقوله ده كلام مهم قوي. وحضرتك تعرف ان في لعبه بدات تنتشر في مصر اسمها البدل؟ ما تسمعش عنها؟ لا، حظي وحش. البدل ده عباره عن مزيج ما بين التنس والسكواش. التنس لوحده كورته، واحنا بنلعب في تنس، اللعيب بعيد عن اللعيب بفكره ان كره التنس تيجي في العين وبينهم الشبكه، والمسافه بعيده. فكره ان الكوره تيجي في عينه وارده بس قليل. طبعا. والسكواش كورته ضعيفه، مططيه. فالبدل ده بيلعب بكره تنس جوه ملعب سكواش، وفي صفات ملعب السكواش، فده اصابه اكتر، انتهى الخطوره طبعا. انا بقول اهو اللعبه دي خطره جدا، لان كره التنس قويه وملعب السكواش نفسه ممكن جدا الكره تخبط ترجع في وشك من مسافه قريبه، ما يلحقش. فاعتقد ان دي تبقى خطر على العين بشكل، ده حقيقي، ده ممكن تعمل كسر في الحجاج، العظم بتاع العين، فبالتالي ديت بتعمل مشاكل جامده جدا. يعني احنا عندنا ده مكتوب في الكتب كده، ان التنس بول ديت والفيست اللي هو البنيه، الاثنين دولت بيأثروا على العين بشكل كبير، وبيعملوا لنا مشاكل في العين، بياخد كل طبقات العين من اول الحاجب والرموش لحد العصب ورا، كل ده، كل الطبقات دي متاثره بسبب اصابه الفيست اللي هي البنيه والتنس بول، لان دولت حجمهم اكتر من حوالي 5 سنتي، والفتحه بتاعت العين ديت بتبقى في حدود اقل من كده، فبالتالي ديت هتعمل مشكله. طب كره القدم، بما بلعب كوره، ده الحقيقه كره القدم طبعا هو امانها، يعني معلش، سرعه كره التنس اسرع بكتير. وحجمها اصغر بكتير. برضو الكره القدم ليها تاثير لا شك، لكن اكبر بكتير من كره التنس، فتاثيرها هيبقى اقل. الحاجه الثانيه برضو يعني معلش، احتماليه الاصابه في الوجه بالكره القدم بتبقى اقل بكتير من التنس. لا، وبعدين انت تقدر تتفادى، بتبقى الكره ممكن تيجي طبعا، بتيجي في دماغك انت تعمل كده، لكن التنس في سألك. وبعدين التنس ده اللي بالشكل ده غير التنس الكلاسيكي، الكلاسيكي اكثر امانا. بعيد الكوره وعبال ما توصل عشان تخبط في عينك، ما شفناش كتير اصابات في العين في ماتشات التنس العاديه، لكن في البدل هنسمع كوارث. اللعبه دي انا شايف انها لعبه خطره جدا جدا جدا. نورت وشرفت وابدعت كعادتك. اهلا وسهلا. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور يوسف ابو زيد، استشاري طب وجراحات العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه لطب وجراحه العيون بانجلترا، استشاري جراحات الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر بمركز بيرفكت فيجن لجراحات العيون، كان ضيفي في حلقه مثيره جدا على واحده من اهم المواضيع الطبيه وهي الشبكيه. خليكم دايما مع الدكتور.